إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أفادت نتائج نشرتها دورية لانسيت الطبية أن لقاح سبوتنيك 5 الروسي لمرض كوفيد 19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة. وأشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين، وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر وهو صندوق الثروة السيادية الروسي الذي دعم اللقاح، قال إن جميع أسئلة الغرب التي طرحت بعناية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها هدف صريح وواضح وهو تشويه اللقاح الروسي. في السباق المحتدم نحو لقاح لفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 20 مليون شخص، يحجز الروس لهم موقعا متقدما. يبدو ذلك جليا في نتائج نشرتها مجلة ذا لانسيت، وهي واحدة من أشهر المجلات الطبية العالمية. لقاح سبوتنيك 5 الروسي يثبت فعاليته في مرحلة التجارب المبكرة، تقول المجلة. نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشارك فيهما 76 شخصا تكشف فعالية اللقاح على جميع المشاركين وبدون آثار جانبية. لكن تحفيز استجابة بتكوين أجسام مضادة ليس كافيا كما تقول المجلة، بل هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق طويلة الأمد. نتائج رحبت بها موسكو وعدتها انتصارا يسكت المنتقدين الذين ما فتئوا يشككون بفاعلية لقاح كورونا الروسي. أعطت روسيا الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح على نطاق واسع. لقاح سيعطى على جرعتين، لكن الطريق ما يزال طويلا بحسب ما تؤكده منظمة الصحة العالمية قبل أن يصبح الجزم بنجاح وفعالية اللقاح الروسي ممكنا، وبإمكانية أن يرفع عن العالم المخاطر المتعلقة بوباء كورونا بشكل نهائي. وإلى ذلك الحين تواصل الدول تنافسها في محاولة الوصول إلى لقاح سيكون له من المكاسب في السياسة ما لا يقل ربما عن المكاسب في المضمار الصحي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور بلال زعتر، صيدلي وخبير في الصناعات الدوائية واللقاحات. قبل أن أدخل معك دكتور في التفاصيل، نفرح أو لا نفرح؟ بالتأكيد الفرح مطلوب والتفاؤل مطلوب، ولكن بحذر. ندخل إلى الحذر الآن. لغاية الآن النتائج القادمة من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية هي نتائج مبشرة ومطمئنة إلى حد ما، ولكن يبقى الانتظار والترقب هو سيد الموقف. لغاية الآن هناك حوالي 186 لقاحا تحت التطوير لكورونا. طيب لنتحدث عن اللقاح الروسي. يعني عندما تحدثت روسيا عن أنها تقترب من إيجاد لقاح، العالم تشكك يعني إما لأسباب سياسية أو لأسباب طبية، وحول أنهم لا يعرفون التجارب الروسية كيف جرت. عندما دخلت الآن لانسيت على الخط وتحدثت عن أنه نجح هذا اللقاح في مراحل مبكرة، ما التفاصيل التي تدعم هذا النجاح؟ حقيقة التحفظ الذي أبداه العالم تجاه اللقاحات أو اللقاح الروسي سبوتنيك 5 هو لم يكن فقط تحفظا سياسيا، ولكنه بالأساس تحفظ علمي بسبب غياب الشفافية والسرعة التي أعلنت فيها روسيا نتائج أبحاثها. هي أعلنت أنها جربت اللقاح على حوالي 86 متطوعا وبنتائج ممتازة فأقرته، وهذه الأرقام هي أرقام قليلة جدا، لأن مراحل تطوير اللقاح في الظروف الطبيعية بحاجة إلى مئات بل آلاف المتطوعين، وبحاجة إلى وقت لرصد الآثار الجانبية ولرصد المأمونية. فغياب الشفافية تماما دكتور، يعني 76 متطوع للتجربة، والتجربة بدأت في يونيو ويوليو فقط. فيعني كيف يعني لانسيت هي كدورية طبية لها مصداقية عندما تتحدث بشيء؟ يعني على ماذا اعتمدت لانسيت إذن؟ هي تسريبات
خرجت إلى الصحافة. هناك تكهنات أن الفريق العلمي الروسي قام بتزويد مجلة لانست بنتائج دراساته السريرية، وعلى هذا الأساس أبدت مجلة لانست، وهي من المجلات الرصينة والمحترمة، أبدت ترحيبها باللقاح. ولكن ما هو منشور عالميا ليس كاف على الإطلاق، لا زلنا لا نعلم شيئا عن اللقاح الروسي سوى أنه جرب على 86 متطوعا وأنه أعطى نتائج ممتازة، ولكن لا نعلم عن آثاره الجانبية، لا نعلم شيئا عن آلية عمله. طيب يعني روسيا أعطت الضوء الأخضر لبدء استخدام هذا اللقاح بداية من أب أو أغسطس ربما القادم، فهل هذا يعني ستكون روسيا هي حقل التجربة للعالم ليتابع ماذا؟ لربما هذا الوضع هو وضع غامض وملتبس. عملية تطوير اللقاح في الظروف الطبيعية هي عملية تأخذ بين 5 و10 سنوات، هي عملية طويلة يتم فيها إثبات موضوعين، الموضوع الأول هو الفاعلية والموضوع الثاني هو المأمونية، خلو اللقاح من الأثار الجانبية. فاللقاح الروسي لغاية الآن كل ما نعلم عنه أنه فعالا بحكم ما أعلنته روسيا، وهذا ليس كافيا من وجهة نظري لتشجيع الناس عليه. قد تكون روسيا هي حقل تجارب كبير ومفتوح، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن التسرع ليس جيدا. لدينا تجربة سابقة في الخمسينات عندما تسرعت إحدى شركات اللقاحات في العالم وأجازت لقاحا لشلل الأطفال لم يكن مجربا بما فيه الكفاية، أدى إلى مئات الوفيات. أنا لا أعتقد أن هذا السيناريو سيتكرر، العالم تطور كثيرا من هذه الناحية، ولكن تبقى هذه التجربة المريرة في البال، ولذلك يجب علينا أن نتمهل بإعلان نجاح التجارب من فشلها. نحذر ونأمل خيرا. شكرا جزيلا لك دكتور بلال الزعيتر الصيدلي والخبير في الصناعات الدوائية واللقاحات. شكرا.